النهارده بيتم تجرب بعض اللاعبين. خليني اقول لكم كمان ان اشراك وليد ازارو في المباراه النهارده عشان يتم تجهيزه فنيا. وليد ازارو الفتره اللي فاتت زي ما احنا عارفين كان في كلام كتير جدا عليه وانه احتمال يمشي من النادي الاهلي، لكن ما كانش بيتمرن تدريب جماعي، كان تدريب منفرد دايما بالنسبه له في المعسكر في كرواتيا. لكن امبارح في فور استئناف النادي الاهلي للتدريبات هنا في القاهره، وليد ازارو شارك في التدريبات الجماعيه. مشاركته النهارده من بدايه مباراه فريق نجوم المستقبل، المباراه الوديه الاخيره للنادي الاهلي، دي معناها ان مستر باتريس كارتيرون بيجهزه بشكل كبير ان شاء الله للمباراه المقبله. الرؤيه الفنيه هترجع لمستر باتريس، هو اللي هيقرر هل وليد هيشارك كاساسي في مباراه تاون شيب ولا لا، لكن معنى كده ان وليد هيكون متاح بجانب طبعا مروان محسن وصلاح محسن مهاجمي الفريق. فاكيد ان شاء الله نتمنى للكل بشكل عام كل التوفيق في هذه المرحله الهامه والمصيريه في مشوار النادي الاهلي الافريقي.